قول بقى المقادير. تشيز كيك مربى الفراوله ده عندنا نص كيلو جبنه كريمي، ايوه، وعلبه بسكويت نوع ساده اي نوع تحبيه، البسكوت اللي انتوا بتحبوه، و150 جرام زبده، ايوه، علبه قشطه، وباكت جيلي، باكت جيلي واحد بس يعني كيس جيلي. واحد وكيسين مسحوق كريمه الخفق اللي هي الكريم شانتيه. جميل، واكيد هنغطيها مربى فيتراك. طيب هنقول انا بقى بالطريقه بتاعتي. عندنا نص كيلو جبنه كريمي وعلبه بسكوت اللي هي العلبه الكبيره. يعني ايه العلبه الكبيره؟ يعني العلبه اللي احنا بنشتريها جاهزه دي، او علبتين صغيرين مفيش مشكله. وبعدين عندنا 150 جرام من الزبده وعلبه قشطه صغيره، وكمان باكت جيلي. هقول لكم عملنا فيه ايه الجيلي ده. احنا دوبناه مع كوبايه ونص من الميه ودخلناه الثلاجه اتجمد اهو. هي قالت لي انا عايزاه يبقى ساقع متجمد زي ما احنا عاملينه كده. كمان عندنا كيسين من الكريم شانتيل باودر، كيسين من الكريم شانتيل باودر زي ما هم باودر كده، وبترمان من مربى فيتراك فراوله. قولي لي، احنا كسرنا البسكوت على اساس ان يبقى مرمل، مش فرم، او مش شرط يعني، مش فرم، حتى لا ما فرمناهوش يعني. لا 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 مش فرم، لا هو لا. يعني خشن مرمل، لا. خشن، وممكن جميل. تبدأي تفرميه هنا على طول. ماشي، ناخد كده وبعدين هتحط عليها الزبده مباشر ولا لا؟ هنحط مباشر عليها لان هو اوريدي مكسر. طيب. يعني يبقى نحط الزبده برضو. واحنا بنحط الزبده كده هناخد معانا اتصال معانا. مدام صافي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شوف يوسف، عامل ايه؟ انا بخير لما بسمع صوتكم. ربنا يخليك، منور والله يا شوف يوسف. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ممكن تكلمي مدام مها؟ اهي اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام مها، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. انا معاك على فكره على الصفحه. اهلا بيكي، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، وصفتك يعني كلها نورتين. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عندك صفحه؟ الله يخليك. والله طيب عشان نقول بقى عندنا صفحه ان شاء الله. ربنا يخليك، متشكره ليكي جدا من ذوقك. ربنا يخليك. الله يخليك. مالكيش سؤال؟ هي قفلت؟ وصفه الرز البرياني. الرز البرياني حاضر، من عينينا حاضر. هنجاوبك على رز البرياني. احنا بس بعد ما نخلط البسكوت مع الزبده كده كويس. ولا لغايه ما الزبده تدوب؟ لا الزبده تدوب، عايزينها انعم من كده. حاضر، عايزاه متماسك شويه. حاضر، هو مجرد ما الزبده، هو البسكوت في الزبده بمجرد ما يختلط هتلاقيها بقت شكلها مش متماسك، بس اول ما هندوس عليها كده ونحطها في. طيب انا ممكن وحضرتك اجهز انا الخليط الكريمي؟ ما لا، ما احنا هنحط الور للناس واحده. طيب اوكي. انت مستعجله قوي على فكره. لا خالص، معلش. ناخد كده. اول مره بقى يا جماعه يعني. لا لا لا، ما شاء الله عليكي، اعذرونا. جميله ومتمكنه. هنجيب بس معلقه بسكوت مع الزبده اهو، بنحطها في القالب بتاعنا ونضغط عليها. هنفردها. ايوه، انا هعمل لك الحكايه دي. انت هتعملي ايه بقى؟ هنجهز بولة اكبر شويه ومضرب. كله يدوي صح؟ كله يدوي، مش محتاجه احط في مكنه عند في عجان ولا حاجه؟ لا لا لا. طيب احنا كنا عايزين ما نرهقش يعني. لا احنا هنخلط الجبنه الكريمي والقشطه والباودر بتاع الكريم شانتيه مع بعض. عايزه المضرب، انت قلت لي انا عايزه مضرب يدوي. احنا هنعمل بيه اللي هو الكهرباء. طيب. عشان كده انا بسالك. معلش، انا انا قلت حضرتك اعذرني. كل الامكانيات، معلش، الحمد لله مطبخنا مجهز بكل الامكانيات الموجوده في العالم كله، مش في مصر بس. امكانيات حضرتك عاليه، بس انا اللي الله يخليك. عايزه مضرب ولا عايزه العجان دوت؟ لا متهيألي مضرب صح؟ لا المضرب ده عشان هنخفق بيه، عشان الكريم شانتيه تعمل. حاضر، خليط كريمي بقى كويس. بسم الله، بس خلينا نضربها الاول كده مع بعض. هنضيف عليهم كوبايه الجيلي اللي احنا مبردينها. احنا حطينا هنا تاني نص كيلو من الجبنه الكريمي، عليه علبه القشطه، ايوه، عليه الكريم شانتيه باودر الكيسين، وبعدين هنحط عليه كوبايه الجيلي. الجيلي طيب هتجيب معلقه عشان ننزلها، وكمان بعد ما نضيف الجيلي هتحط جواه فراوله مربى ولا؟ لا لا لا. طيب بس ده هو جامد يعني، احنا كنا مش مشكله كله هيدوب دلوقتي. عايزه نضرب بقى صح؟ طيب.
شفت بقى ده مع بعضه ازاي؟ اقول لك ليه، لان درجه الحراره الموجوده في الكريمه في الجبنه و هي هتسخن بالضرب معاها. مش هجاوبك، هقول لك لو الجيلي سخن اصل في انا ممكن اقول له على فكره. ياسر بيسالني بيقول لي ليه ما حطيناش الجيلي سايح، لو حطينا الجيلي سايح هيبقى سخن لسه، هياخد وقت اكتر عشان يتجمد معايا. لا والكريم شانتيه كمان مش هتعلى الا هو بارد، مش هيمسك، فاهم؟ لازم تكون الماده السايله اللي بتربط الكريم شانتيه ساقعه. ايه رايك في المعلومه؟ بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، طبعا. انا ممكن احط لو حابه بقى شويه مربى هنا، هتديها طعم حلو قوي. اكيد خلاص نفتح، يعني نفتح هي بس كده. انا بعتقد ان احنا يعني ممكن نفتح كده، افتح ونحط معلقتين من المربى جواها، مربى بترات الكريمي، وندخلها الثلاجه. تقعد قد ايه في الثلاجه؟ يعني احنا في البرد تقريبا ده ساعه الا ربع، لان احنا شتاء، هي تمسك بسرعه. جميل. لكن طيب احنا كل اللي هنعمله هنصبها بعد ما نحط عليها معلقتين من مربى بترات اهو جواها، وهي بتتخفق كده عشان تديها نكهه وطعم احلى. وبعد كده لما نرجع هنوريكم شكلها، عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنشوف شكل التشيز كيك البارد عامل ازاي، واحنا بنصب عليه كده المربى بالهنا والشفا. عملناش حاجه خالص غير ان احنا صبينا زي ما قلنا التشيز كيك بالشكل دوت، شايفين لونه احمر ازاي، دخلته الثلاجه قد ايه قلت؟ ساعه الا ربع. سهلة ربع عشان شتاء هيجمد بسرعه يعني، لكن الصيف اكتر يعني. يا نفس الثلاجه اللي بتاعت اصل الثلاجه بتبقى مقفوله. لا لا بس لا والله في لا هو بس انا عايز اقول احنا كل ما نسيبه في الثلاجه يبقى احسن يعني. كل ما نسيبه في الثلاجه يبقى شكله عارفين بقى. بقيت خدنا معلقتين من مربى بتراك الكريمي دي اهي، حطينا جوه الخليط اللي انا حطيته، والباقي حطيت نفس المعلقتين حطيتهم ميه جوه المربى عشان يبقى سائل كده، شايفين؟ وناخده كده ونروح نصب على الوش، صح ولا انت كنت هتعملي حاجه صح تانيه؟ صح. لا صح تمام كده. يا مدام احلام سلام عليكم يا شيف يسري. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ انا بخير لما بسمع صوتكم والله. الله يخليك يا شيف يسري، تسلم ايديك على البسكويت، فعلا ممتاز بتاع بالهنا والشفا، عشان انتوا اللي عملتوه بجد. والله تسلم ايديك. والله لا مش انا، انتوا اللي عملتوه طلع كده. مش معقول راجل، يعني اقول ايه بس، راجل اخلاق كل حاجه كويسه. ربنا يخليكي مدام احلام، ربنا يكرمك. الله يخليك. وبعدين انا بشكر الضيفه الجميله الكريمه الحلوه دي مدام مها، تسلم ايديها، اكلاتها سهله وبسيطه وحلوه. ربنا يخليك يا رب. انا بحس بالاكل يا شيف يسري، بحس ده هيطلع حلو ولا لا. ربنا يخليكي مدام احلام، احنا سعداء بسماع صوت حضرتك. الله يخليك يا شيف يسري. انا طالبه منك حاجه بس، تمريني ممكن طريقه المايونيز ولا عيش التورتيلا؟ المايونيز حاضر. حاضر، شكرا. وايه تاني؟ متشكره قوي قوي. سلام. حاضر، من عينيا حاضر. هي بس القصه ان احنا بحب دايما الضيف ياخد حقه، سواء كان طبيب معايا او ضيفه، فما بحب بس انا هجاوب ان شاء الله، احنا عندنا وقت نجاوب فيه. شكل التشيز كيك روعه. هي جميله بجد. لا يعني حلو قوي وسهل جدا، يعني ممكن اطفالنا يخشوا مع مامتهم يعملوه في البيت بمنتهى السهوله.